توتة توتة خلصت الحدوتة، الخواجة مروضا للأسود لعام آخر، فها هو صلح الحديبية الجديد قد خلص إلى اتفاق الطرفين أن لا غالب ولا مغلوب، على يعود الطرفان في العام القادم وبنفس هذا التوقيت إلى ساحة كوارتز لمراجعة الاتفاق، حيث خرج الطرفان أول أمس والفرحة تملأ وجوههم وهما يرددان معا ما قاله الشاعر لعمار تلي: قولوا لهم شدة وقضت وبخير صارت حالتي، ومن كان ينتظر الطلاق خاب وخسر، وها هو الزواج الكاثوليكي قد تم بين سريتشو والاتحاد لمدة عام قادم على الأقل تقدير. أما من هدد وزمجر وكسر وحطم ودوى وصات وصاح وصخب وصوت وعج فلا عزاء له، لكن دعونا نتساءل ببراءة لعلنا نجد إجابة شافية. لماذا الإصرار العجيب على الاجتماع في أربيل وبغداد لا تبعد سوى شمرة عصا؟ لماذا التوقيع مع المدرب وجهازه الفني في بهو الفندق وبطريقة توحي للكل أن الجميع كان يريد الخلاص من الأمر بأي صورة، حتى أن مدرب الحراس نزل للتوقيع وهو يرتدي أجلكم الله نعل الحمام؟ لماذا الإصرار أن تكون بنود العقد سرية وسرية جدا؟ من يا ترى طلب أن تكون هذه البنود النووية سرية ولا يطلع عليها الإعلام، أهو الاتحاد أم الخواجة؟ العقد يقول سنة كاملة ولا يحق للاتحاد فك الارتباط قبل هذا الموعد. طيب ماذا لو جاءت نتائج المنتخب عكس ما نتمنى؟ هل سيبقى الخواجة جاثما على صدورنا لعام كامل؟ لماذا كان الاتفاق طوق نجاة للاتحاد وبنفس الوقت مكسب كبير للمدرب؟ وأخيرا، إن لسان حال البعض يقول سأفضحك وشرشحك وجرسك وسمعك وشنعك وشهرك وفحشك واكشفك وانشرك ثم ايضا سافضحك بعد مباراة البحرين.